أخيرا يعني يمكن واحدة من الأزمات اللي يمكن تفاجأ بها المريخ في المرحلة الماضية، يعني يمكن ظهور مستحقات جابسون سالمون، بالرغم من أنه كان هناك اتفاق مع وكيل اللاعبين أبو بكر مصطفى أنه مستحقات جابسون سالمون كانت هي قرابة 45، تم الوصول إلى تسوية يمنح اللاعب مبلغ 30 ألف، لكن للأسف أنه الأمور لم يتم متابعتها بشكل دقيق. في نهاية المطاف وصل الأمر إلى الفيفا اللي هدد المريخ ومنحه مهلة حتى يوم 23 من أجل تسوية مستحقات اللاعب ليتكفل واحد من أبناء المريخ. يعني بصراحة يشكر على هذا المجهود الكبير اللي دفع المبلغ 30 ألف دولار، وتم تسليمها بالأمس في مكاتب الاتحاد العام لوكيل اللاعب أبو بكر مصطفى. مبادرة طيبة. أكيد يعني والله بصراحة في الفترة الأخيرة يعني يمكن جماهير المريخ كان لها دور كبير جدا في تسيير دولاب العمل الإداري في المريخ، بالرغم من أنه هو ليس مطالب، لأنه هذا العمل هو من صميم اختصاص مجلس الإدارة، وهو توفير الأموال وتوفير المستحقات واستسداد علاج اللاعبين، لكن جماهير المريخ دائما أو حتى جماهير الرياضة بشكل عام دائما هي بتقوم بدور كبير جدا وبتسهم في استقرار النادي. وأعتقد أنه المريخ بهذه المرحلة الآن تجاوز أصعب مهمة، في انتظار أكيد يعني هناك بقية مستحقات أخرى مثل الجارزيتو، مثل لاعب لاعب اللاعب النيجيري، يمكن أيضا كانت عنده بعض المستحقات. يعني بصراحة الآن نسبيا الأمور أفضل، لكن أكيد يعني المريخ هو مجابه باستحقاقات أخرى، عندك الجهاز الفني، عندك اللاعبين عندهم برضو مستحقات متأخرات أشهر، لذلك يمكن الوضع ما زال إلى الآن لم يصل إلى مرحلة الكمال في المريخ من الناحية المالية، لكن تجاوز عقبة جابسون كانت دي الأهم، لأنه كان يمكن في حال تأخر في السداد كان يمكن المريخ أنه تكون عليه عقوبات إضافية كما حدث في المواسم الماضية، وتم منعه من التسجيلات، كان يمكن أن يتعرض المريخ إلى مسألة أنه يتم خصم نقاط من الدوري، ودي كانت ممكن أنه تدخله في مشاكل جديدة. وأكيد يعني يمكن كان غضب كبير جدا من الجهاز الفني في الفترة الماضية، يمكن ماريوس إلى الآن لم يصل إلى الخرطوم بسبب عدم نيله لمستحقاته. أكيد في انتظار سومانا، عودة الرباعي أيضا ستكون خطوة مهمة جدا بالنسبة للمريخ قبيل المواجهة الصعبة اللي حتجمع مع مولودية الجزائر في الجزائر، وخصوصا أنه المواجهة القادمة اللي ستجمع المريخ يعني حسب الأخبار أنه تم تأجيل مباراة الأمل وتقديم مباراة أهلي مروي، يعني سيخوض المريخ مواجهة أهلي مروي كآخر مواجهة قبيل السفر إلى الجزائر. سهل، هل الأمور بتمشي بهذه الطريقة؟ يعني يجمعوا في قروش هنا ونفر هنا، يعني شغل يعني أنا ما أعرف، لكن يعني حقيقي يعني أنا كرياضي والله بضحك وبندهش، يعني ما في منطق، يعني فريق كيف يمكن يتحرك؟ يعني الان الناس في الجروبات بتجمع في قروش، طبعا ده 500 وده 100 جنيه وده 200 وده 300 ورسل واتساب يعني ما ممكن فريق كبير وعظيم زي المريخ يعني يدار بهذه الطريقه. ما هي المشكله الاكبر يا معتصم انه نحن انديتنا ما عندها استثمارات، ودي واحده من المشاكل اللي بتدخل الانديه في مثل هذا الحرج، بتعتمد بشكل كبير جدا على رجال الاعمال او اصحاب المستثمرين اللي بتكون عندهم اموال في تسيير نشاط النادي. في حال انه رحل هذا الرجل الاعمال بيصبح الاعتماد على الافراد صعب جدا في ظل الازمه الماليه اللي بتعاني منها البلاد والازمه الاقتصاديه، فبالتالي هذا الامر بينعكس بشكل كبير جدا على تسيير النشاط بالنسبه للنادي في ظل ايضا الارتفاع بالمصرفات. يعني هناك في مصرفات عاليه جدا، اسعار تذاكر الطيران مرتفعه جدا، المعسكرات مرتفعه جدا، فاي نادي مهما كان مجلس الاداره فاكيد لازم يعاني من هذه المشاكل الماليه ما لم يكن المجلس يمتلك استثمار حقيقي، بيعتمد عليه وتكون مدخلات شهريه ثابته بتعين النادي في هذه المنصرفات، او الاعتماد على جيوب الافراد، وفي نهايه المطاف جيوب الافراد بتصل الى مرحله بيكون الدفع صعب جدا في او الدفع بشكل مستمر صعب، بيجبرهم على انه يبتعدوا على المجال الرياضي. نعم.